جود جوب جود جوب ربيع. ثانك يو. 3 ساعات صاروا قاطعين وبعدنا ماشيين سحبين سحبه وحده، وقفنا بس اخذنا قهوه. نحن عم نعمل اديتنج، ربيع عم بسوق. نحن بنشكرك، بنشكر جهودك، دعمك للقضية وسوقتك الحلوة اللي بتريح. ما حسينا بثلاث ساعات، قطعوا ثلاث دقايق. لا يا ابي والله انا بيسعدني وشرفني انه عم بهتم فيك. نحن نكون هابي مش انت. يو ار هابي، لوك يو سمايل. كافي فيرست. بس لتسوق ست ساعات، عندي ثلاث اولاد. الله يخلي لك اياهم يا رب. American Diner, nice music, أجواء حلوة.
وصلنا عند دينيز برايفتلي اوند، بتحسوا انه في عائله دايره المحل، منه بارت ذا نيم از ا فرانشايز بس منه بارت اوف ذا فرانشايز. كثير بحب الهاش براونز، جريتد بوتيتو، فيري سمبل، منه بالكلتشر تبعنا مش واصل عنا كثير، بس هي بالاخر يعني فينا نقول بطاطا مقليه. On the grill, very enjoyable crispiness. Beautiful. طلبتهم بلا بصل، بيفرطوا هيك لوحدهم. البيض عندهم منه مزيت، أول وحدة مع لحمة. Very good eggs. Good quality meat. The loaded sandwich. معودين عليهم بنيويورك. This wins. Wow. Bread, turkey ham, maple, cheddar. Very good. Very good. Fluffy berries, pancake, strawberries, and bananas. Lots of maple. Good banana, good strawberry, good maple. Super fluffy pancake. ما في محل حسيت دليعة، ما في محل حسيت over oiliness, just good American, not healthy breakfast. بس يعني ست ساعات طريق بتعرفوا سايق انا وتعبان وهيك، انا بدي شويه انرجي. يعطيك العافيه، عم بتسوق على مهلك بس. صحتين. كيف نحن بنشتغل وقديش ركض ركض، نوع كتير بكير بنمشي، ربيع بيساعدنا بسوق، كريم بيكون عم بيخلص قسم الاديتنج، انا بكون عم بخلص قسم تاني من الاديتنج، بنوصل على محل كون جعنا بنوقف ناكل بنصور بنعمل ابلود، ما بيطلع الابلود لانه الكونكشن عاطله، بنحط 4G بنروح نشتري تشريش كارد اند اون جوينج على 11 بنكون بتخت على الساعه 5 منوعه وبنسوق من محل لمحل. هلا بهذا الفيديو رح تشوفوا انه نحن من هون لاورلاندو رح نسوق اكثر من 50,000 تقريبا مايل، صح ربيع؟ more or less 55 hours of driving in Alarad. فرح نعمل أمريكا من فوق لتحت ونجرب نصور لكم إياها قد ما بنقدر، طرقاتة أجواءها، difference of welcoming, hospitality, food and so on and so forth. So internet عاطل، نعمل upload بالسيارة and the road trip continues.
جوجل خدنا على محل بوزة وطلع 5 ميل وصلنا على السريع. ريفيو عالي، جوية حلوة وفي عجقة. في عجقة؟ تفضل. All of these soft serve flavors? Yeah. In 2 machines? Yeah, and then black raspberry pistachio. How do you do that? Watermelon soft serve? What size? The big one. Large. So the cone, do you want cones? Yeah, cone, large cone. Like Can that? I do 2 flavors together or just one? Yeah. Okay, so I'm gonna do watermelon and blue raspberry. Okay. For the first one. Yeah. And then for the second one, it's gonna be banana and wait. Cheesecake. Okay. Coconut, pineapple and banana. Lemon meringue pie. Yeah. Maple walnut. Pumpkin. No, and then the same one. Yeah. Okay. So we have 4 orders, right? Yeah. How does this machine work? It just pumps the flavor. So all it's the same base? Yeah, so the base is always vanilla. Ah, so one base vanilla and then the flavors come in. I'm amazed. 16 flavors of soft serve in 2 machines. Wow. Flavoring synthetic, flavoring. كتير طفولة. إيه في البيس كتير طيبة. البيس طيبة. Exactly. طعمة الطفولة طلعوا بالشمس. كتير كريمة كلها سوا ب $7. أنت كنت مفكر إنه حتنزل كلها flavor. آسية. آسية. ملكي. كوميرشال بس طيبة. كان زمان ما اكلت وحده هيك. قوي قوي. بوزا تايم. غريب نسيت تعبك كله. 6 ساعات سواقه راحوا. ايه بس فجأتك بوزا. شو شو وضعك؟ This should be better. واو way better. كثير حبيت التكستشر. And good flavors. Real American ice cream. هاي pumpkin. ايه هاي pumpkin. كتير كتير طيبة. مش طيب. والله. ايه. maple crunch. ايه. ايه شو طيبة. مثل pumpkin spice coffee. ابدا. شو هي. maple crunch كتير طيبة. هلا انا بدي اعمل كل هاي ومسك هول اتنين. غريب. كنت لبنا تحت. ايه هنا محل ساعة من بوسطن. هل تنقف على الجمال؟ هل تنقف علينا مش على الجمال؟ اوف الكعب. شو شو عم تسلمه؟ كتير طيب. ما راح تسلمه. بدك تعطيني معلقة. لا اعطيني اعطيني معلقتك. ما بدي احط لك. اوكي. لا والله ما هدي. لا لك هدي. شفت شو بيعمل فينا؟ دوق دوق. لا ما بدي اجيب لك بعد وحده. ما بدي اعمل لي معلقه. بدي معلقه. بدي ادوق المعلقه يا صاد. والله مستر كون كتير حبيته. هيدا سموذي عن جد. والله واو. عواتاً واو بنقص بس قلي واو يعني بخاف لك تعمل فيه ضرب هيك بحس سكر خفيف ريفرشنج فليفرز. المرة جوا عم تعمل كل شيء وحده. شيز وان بيرسون فيري نايس. هي مش برغش. لسه يا زلمة بارتي بوبر. هي شو باينابل؟ اي لاف ات. باينابل؟ باينابل و بانانا. شو بيناكولادا؟
coconut, pineapple, banana. Mm. Pina colada. Cheers, everyone. It's a good day. طيب هذا الشيء. بس معك بس. عم رد اكل. ما بياكل سكر. كل الطفولة هون. كل الطفولة هون على الأمريكاني. الجيلاتين، البوظة، السكر، الكريم. You name it. بس كل الطفولة هون. بنانا split of our childhood. تعا تعا دوق تعا دوق. أول بوزة، ثاني بوزة، ثالث بوزة، رابع، خامس هيزل نوت، موزة مستوية مظبوط. بس إني هول الفليفرز، هذا السكر السنتيتيك هول المزعجين. لا بتحبوا المتوسط. بس بدنا ولا هبت هذا ما دقنا بعد الوفل كون. خلص أنتوني، خلص خلص، ما بعدنا قايلين ما بقى ناكل سكر. ما كانت سكة اليوم انت صح؟ حبيته! Great discovery. كتير قوي. ما تقلي. ما تقلي. شوكلت فوجي بتبيع مع شو اسمه بندق طيب. تبع الطفولة، تبع الفلومة، تبع American Diner Style Route 66. Come on honey. Okay. One hour to go. Boston, here we come. ناكل ناكل روست بيف ساندويتش عند ابيز اوربيز. انا الغلط ولا هي اجمال واحد بياكل سكه وبعدين بيروح بياكل؟ ما فتحت قبليتك؟ ما حسيتك عم بياكل ملح اكثر؟ انا فتحت قبليتي معك ست ساعات بالسياره اصلا، هي ما وقفت على السكر وعلى الموز اللي اكلناه. يلا هلا عم تاخذ كتكون نغمه. دخيلك كل هاللي بفكروا مش عم طعميه. كل كل يا كريم. كريم صار لهم هون 60 سنة منو فرانشايز هون، وهيدي الست اللي جوا او البنت اللي جوا لك ملحقة على كل المنيو اللي شايفينه. وحدة وحدة وحدة، كل سكوب هالقد، كل كون مظبوط، كله مزين مظبوط. وزبونات فايتر، زبونات ظهرة، بمحل in the middle of nowhere actually. I'll come back. حطيته فيفورت على جوجل مابس. On your way from Boston to New York او على هالطريق اللي نحن فيها هلا. واو بافلو بوست بافلو. I'm not sure who wants to drive 6 hours. Yeah, I don't think anyone is like us. But okay. For an ice cream? For a cause. Do anything. For anything.
دن تغيرت شوي المعطيات صارت السقعه بتقرص بعتقد لان قربنا صوب البحر حتى لو الحراره 12 بس بتفوت بالعظام 6 ساعات ونص سواقه وصلنا على بوسطن اول مره بجي لهون اول مره بجي على بوسطن كلنا بنعرفها كلنا بنسمع فيها بوسطن دراسه جامعات هارفارد اتسترا اتسترا رح نبرم بس وين رح نبلش سالت وخبروني عن محل كاتب the number one sandwich in the world سو خلينا نبلش بالساندويتش سفرتنا كتير قصيرة ما كتير نحن نعمل اشياء خلينا نبلش بالساندويتش برمي بقلب الداون تاون تمشيه كتير ساقعة نلبس جاكيت اكبر ومن قلع واو let's eat ساندويتش تايم حطن حلوة. It's a $120 investment. Investment. طلبت أربع ساندويتشز. The top four sellers. لما أقول جيت لهون ما جربت القصة كلها سوا. Okay. One, two, three, four. Guy Fieri إجا لهون. كتير ناس إجت لهون. مجلات حكيت عنه. بيقولوا number one. بيبيعوا. بيقولوا 2000 ساندويتش بالنهار. I'm very intrigued to try. Rubens, Italian Chicken Mafia and Chipotle Pastrami. رح افتحهم اول شيء لانه I think and I believe رح ناخذ لهم صور. ملفوفين بدبل الومنيوم تقلو حرزين. And what's inside? What's inside is an amazing sandwich. Outstanding sandwich. رح نفتحهم واحد واحد. ناخذ لهم كم صورة حلوين كتير لانستغرام. ومنرجع ليك هون ريحة الإيطاليان flavors and spices and aromas and then صرنا بالروبنز صرنا بالشيكن مافيا واو هيدا طلبوا ربيع مان اوكي واو روايح very good quality لحمتهم عظيمة جبنتهم عظيمة ساور كراوت طرية ما بدي قلش كتير خبزتها عظيمة great flavors بهارات لذيذة الصوص عظيمة بلشنا نقرب نفهم ليش ربحان جوايز ليش الناس بتقول من الافضل بالعالم منكفي تغيرت الطعمين تغير الفليفرز سويتنس اكتر خبزة غير شيء $25 worth it ايطاليان معبى سلايسز مقصوصين صغير سويتنس من فوق بالجام شوية خس من تحت خبزة كمان غير هديك وكمان كتير طيبة شقفة دجاج مقلية صوص شقفتين دجاج هاي اللي بيعرف يعمل دجاج طعمات مظبوطين ساندويتش مظبوط فليفرز مظبوطين طعمتها خيارة شوي بيكل بلا ما يكون فيه فينيجر بتاع منخار لحالنا القدر بده على القد بيسكروا تنتين تنتين وخمسة فتنا على القد على القد على القد ربيع كان قايل ست ساعات ونص من بافالو and he did it على القد وقفنا وقفتين على الطريق سقنا شوي أسرع صبناها ست ساعات ونص بوسطن بلشنا صح ويت بعد في هول شو طيبه لكل حدا بيقول بطاطا تبع امريكا مش منيحه لكل حدا بيقول مش عم تزبط معي لكل حدا بيقول عم تطلع معي سودا لكل حدا بيقول تطلع معي سوجي لكل حدا ما عم تزبط معه البطاطا تزبط البطاطا